التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق بالتنافس والأثار. ميدان المرموم في هذه الأثار الحاضرة عبر شاشة دبي ريسنج. شوطنا 19 تعلن فيه الانطلاق عن هذه الفئة وهذه الأسماء والشعارات الجميلة والرائعة. انطلق هذا الشوط وهو يحمل مشاهدينا الأعزاء الأبكار الحقائق في هذا الاندفاع. ننطلق مع المراكز الأولى. هندسة تأتي بالمركز الأول وتندفع. سلطان بن علي النيادي يأتي بالمركز قدمه بالمركز الأول، بينما المركز الثاني شعار محمد بن غانم بن حمود الظاهري، الشعار الاقتصادي المعروف. الطير على المركز الثاني. الظبي خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي على المركز الثالث. المركز الثالث في هذه اللحظات خالد بن مبارك بن سعيد الدوحة في هذه الانطلاق. في هذا الانطلاق والاندفاع على المركز الأول في هذه الانطلاقة نعود إلى المراكز الأولى. الغزيل الغزيل راعية الثيل حسن بن سلطان بن ناصر الجفالي النعيمي على مقدمة الشوط. المركز الثاني الطيرة تأتي في المركز الثاني. محمد يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. المركز الثالث في هذه الانطلاقات أشوف الأسماء، أشوف الانطلاقة في هذا الاندفاع. الكايد عبيد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكتبي يأتي في هذه الانطلاقة. شوف الأسماء، وصايف سعيد بن ناصر بوقبي المنصوري تتقدم، بينما من الجانب الآخر الشاعر أغدير بن سعيد وشعاره من الجانب الآخر مقدم لنا الماركة في هذا الاندفاع والانطلاق. كل الأسماء حاضرة. شوف الوصول من غبة تأتي في هذا الانطلاق. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. أعود إلى الكيلو الأخير، أعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل. يلا يا راعي الغزيل، يلا يا راعي الغزيل. حسن بن سلطان بن ناصر الجفالي النعيمي مع المركز الأول. شوف اللي تحركت، مذيار ذلول الدار، مذيار سلطان بن حمد بن حميد الجنيبي يتقدم بالمركز الأول. يغير الأمور، يبدل الأمور كلها. الجنيبي على مقدمة الشوط على المركز الأول، ولكن المركز الثاني الغزيل حسن بن سلطان بن ناصر الجفالي النعيمي. والمركز الثالث التحرك وارد من كل حدب وصوب. هذه وصلت غبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على المركز الثاني، ولكن شوف الجنيبي، شوف الجنيبي، شوف سلطان الجنيبي. أشكرك للمرة الثانية. غادم من السلطنة، غادم من جعلان، غادم بهذه النوعيات الجميلة. يسجل النقطة الثانية مع هذا الاندفاع. خلاص تندفع بالمقدمة. هذه مذيار سلطان بن حمد بن حميد الهنيبي يقدم النقطة الثانية في المرموم. يسلم على أهالي جعلان في السلطنة في هذا الصباح الجميل مع مذيار وأداها الجميل ما شاء الله من فرده عن البقية. المركز الثاني ثاني المراكز مناورة للسهيل. في المركز الثاني اعطوني ارقامهن. السهيل بن سالم بن دري الفلاحي حلت في المركز الثاني. المركز الثالث غب لعيد بن عبد الله بن عيد. المركز الرابع من وصلت فيها لسالم بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الخامس هذه حلت في المركز الخامس لغدير بن سعيد بن غدير الكتبي. هذه النتيجة.
للخمس المراكز. نعود إلى التوقيت الزمني وهذا الأداء والتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم والنهاية القوية ما شاء الله يا الجنيبي أشكرك. 4:24 و3 أجزاء من الثانية قدمت هذا التوقيت وهذا الأداء مذيار حملة السلام لأهالي السلطنة بهذا الصباح بأداء جميل ورائع للقاية سلطان الجنيبي من قدمها وقدم هذا التحدي المثير. 4:32 و4 أجزاء من الثانية. المركز الثاني مع بن دري مناورة لسهيل بن سالم بن دري الفلاحي. المركز الثالث غبة في 4:32 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك غبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري.